مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج اسأل طبيب عظام، مستكملين حوارنا مع دكتور محمد عبد الراضي عبد السلام استشاري جراحة العظام والكسور والعمود الفقري جامعة أسيوط. برحب بحضرتك يا دكتور، حضرتك منور الدنيا وإن شاء الله حلقة تكون موفقة بإذن الله. في تعبير شعبي شائع، ركبتي خانتني، وأنا بصراحة مقتنعة بيه جدا، وشايفة إن مفصل الركبة ممكن يكون خاين في أي لحظة، وإن هو مفصل مش قوي زي ما أنتم متخيلين، وإن أي مشكلة بسيطة ممكن تؤثر عليه حتى مع رياضيين لو ما فيش لياقة بدنية أو تجهيز قبل اللعب، كل دوت ممكن يسبب للركبة إصابة. علشان كده اخترنا موضوع حلقتنا اليوم النهاردة عن أحدث طرق التعامل مع الإصابات الرياضية وكمان دور المنظار في خشونة الركبة وإصابات الرياضية. طبعا يا دكتور هنخش على الموضوع دايركت على طول عشان نستفاد بكل دقيقة إن شاء الله. بإذن الله. الحلقة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على الحقن البي آر بي، تمام، ووضحنا كل حاجه تخص البي ار بي وهنستكمل الموضوع ده. بس يا دكتور عايزين نعرف بقى ان البي ار بي ده طبعا دي قفزه غريبه، هي تنفع لاي مريض؟ طب تعالي بس اصطلاحا نقول ان البي ار بي ده بالنسبه لنا هو المصطلح الانجليش بتاع حقن البلازما الغنيه بالصفائح، علشان في بعض المرضى بيكونوا مش مدركين المعنى، هو هل ده حقنه مختلفه او ده نوع اخر؟ لا، هو طبعا الاثنين بنفس المعنى، وحقنه البي ار بي هي الاكثر درجة في استخدامها كلفظ كحقن بالبي ار بي او البلازما الغنية بالصفائح. نعم. احنا وقفنا المرة اللي فاتت عندها طرق العلاج بيها، ايه الحالات اللي الافضل انها تاخد حقن بالبلازما، او ايه الحالات اللي حقن البلازما مش هتفيد فيها بطريقة جيدة. نعم. لكن من خلال التذكرة بس بملخص الجزء ده في الكلام عن خشونة الركبة في الحلقة اللي فاتت، بذكر كمان مرة ان الحقن بالبلازما هي طريقة من طرق العلاج. يعني العلاج كله بيبدا اولا بفحص صحيح جدا، لازم اشخص الحاله بتاعتي ان انا عندي خشونه بمفصل الركبه. نعم. ابدا اتعامل معاها زي ما قلت ببروتوكول او باتفاق، هذا الاتفاق يشمل الحاجه الاولانيه خالص اللي تبدا بيها اول سلم العلاج بتاعنا، هي نعم. الحميه الغذائيه السليمه، انقاص الوزن لو كان الوزن زائد، بعدين ندخل على التاهيل الرياضي او العلاج الرياضي، تمارين تقويه العضلات الرباعيه، اتزان العضلات حوالين مفصل الركبة، ثم بعد كده نبدأ نتعامل مع درجات الخشونة المختلفة اللي كنا اتناولناها المرة اللي فاتت ما بين خشونة بسيطة إلى خشونة متوسطة إلى خشونة متقدمة أو شديدة. طب يا دكتور عشان نطمن السادة المشاهدين كده ونفهمهم، إزاي بيتم حقن الركبة بالبلازما؟ ازاي بيتم حقن الركبة بالبلازما؟ ده بيبدأ خطوة أولى من البروتوكول المستخدم لحقن البلازما. حقن البلازما أو البي آر بي هي حقنة بتتسحب من جسم الإنسان أو بتستخدم حقنة مجهزة سلفاً موجودة في بعض الشركات اللي بتوفرها أو بعض الصيدليات. إحنا بنتكلم أكتر شوية بالتفصيل عن حقن البلازما اللي بتخرج من جسم الإنسان. كأن حضرتك بتعمل تحليل، بالظبط تحليل دم عادي جداً، بيتسحب من جسم الإنسان عينة من الدم، ولتكن زي المثال اللي ضربناه الحلقة اللي فاتت في حدود 20 سنتي. كل 10 سنتي بيخرج منهم تقريباً من البلازما تقريباً ما يساوي من 2 ل 3 سنتي. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ في جهاز اسمه جهاز الطرد، تمام، ده جهاز بيبقى متوفر في المعامل، وزي ما قلت ان هو جهاز مش مرتفع التكلفه، فبالتالي زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا لازم نقدم احسن عنايه ممكنه ضد التلوث. نعم. لازم الحقن ده يكون في اكثر الاماكن تعقيما، مش بالضروره تكون غرفه العمليات عشان المريض ما يخافش، لكن غرفه مجهزه بنقدر نكون موجود فيها الجهاز مرافق ليا، بحيث ان العينه ما تتلوثش في مجال الحركه، لا ده العينه بتتسحب داخل الغرفه، بيتم وضعها على جهاز الطرد او جهاز السنترفيوج، وبعدها بيتم سحب البلازما الغنيه بالصفائح وحقنها مره اخرى في المريض بتاعنا. طب وقد ايه يا دكتور الوقت يعني في الحقن او سواء في التجهيز؟ هو الحقيقه في التجهيز ده بيعتمد برضو على البروتوكول المستخدم، انا قلت يمكن في اكتر من 1000 طريقه لتحضير البلازما. نعم. يبقى انا مثلا بسحب زي ما قلنا 20 سنتي. نعم. دم من المريض، بيدخلوا على الجهاز، الجهاز ده ليه سرعات معينه، في بعض الاجهزه بيتم فصل البلازما دي، وانا هشرح دلوقتي يعني ايه البلازما تحديدا عشان اقدر اوصل للمشاهد المعنى ده، بيتم دوران في مره واحده فقط، يعني بيتم حاله الطرد دي مره واحده لمده مثلا قد تصل ل 10 دقائق، في بعض الاجهزه بتبقى مجهزه انها تعمل الطرد على مرتين، يعني طرد اولي ثم طرد ثاني برضو في حدود الدوران بسرعات مختلفه علشان نفصل البلازما. طب هي البلازما عباره عن ايه؟ البلازما هي السائل الأصفر اللي احنا بنشوفه مثلا بعد العيان ما بيتبرع بالدم مثلا في التقليد، بيبقى العيان بيتفصل له يا اما كرات دم حمراء اللي هو الكيس الأحمر اللي كلنا بنشوفه، أو ما يسمى البلازما اللي هو السائل اللي لونه أصفر. احنا بنتكلم عن السائل اللي لونه أصفر ده، بيتم ازاي سحبه من الأنبوبة؟ احنا الأنبوبة عندنا بعد ما بيتعمل لها الطرد المركزي ده بيتم فصل كرات الدم الحمراء في الجزء الأسفل منها. فكأن الأنبوبة بدل ما كان لونها أحمر بتتحول إلى ثلاث ألوان.
لون احمر داكن في اسفل الانبوبه وده هي كرات الدم، لون احمر مدمم خفيف جدا باللون الاصفر دي بتكون في جزء من البلازما، ثم البلازما في الجزء الاعلى منه باللون الاصفر، ثم بعدين صريحه بتبقى البلازما صريحه جدا، وبيبقى الجزء العلوي منها بس غطاء بنسميه البافي كوت او غطاء للبلازما في هذا المكان. ده ما يعتبرش غني بالصفائح، يعني بما اننا احنا حريصين على البلازما الغنيه بالصفائح يبقى احنا غالبا بناخد الطبقه رقم 2 اللي هي تحت البافي كود. حضرتك بتاكد على مصطلح الغنيه بالصفائح. الغنيه بالصفائح لان مش اي بلازما هتبقى غنيه بالصفائح. نعم. وبعدين حتى كمان البلازما الغنيه بالصفائح النهارده بقى ليها انواع، في كرات الدم البيضاء الغنيه بيها وكرات الدم البيضاء افقر فيها شويه بالتدريج، لكن احنا بيهمنا المصطلح نفسه البلازما الغنيه بالصفائح. بيتم سحبها بانابيب معقمه وتجهيزها للحقن، يبقى الكلام ده تقريبا ما بياخدش اكتر من ثلث ساعه نص ساعه. يعني المريض بتتسحب العينه بيتفضل يرتاح 10 دقائق بره في غرفه الانتظار او ثلث ساعه، وبعدها بيتفضل يدخل تاني للمكان المجهز للحقن وبيتم حقنه طبعا بالبلازما ديت مباشره داخل مفصل الركبه. طب ده يدل يا دكتور ان الحقن مش محتاج ان انا احجز في العياده قبلها او ان انا اعمل ترتيبات قبلها؟ لا، هو احنا دايما بنقول المده قد ايه ان هو يقدر ياخد فيها القرار المريض؟ هو احنا دايما بنقول للمريض دايما خلي اول زياره للطبيب زياره بنعرف فيها انا عندي ايه. نعم. يعني اعرف تشخيصي بطريقه سليمه، اعرف المفروض البروتوكولز او الخطط اللي انا همشي عليها، وبالتالي بنبدا نشوف ايه هي الحلول المتاحه. اذا كان حقن البلازما من ضمن الحلول المختاره بالنسبه للطبيب وبالنسبه للمريض في المرحله دي بنبدا نتفق على الحقن. يبقى هو الحقن غالبا ما بيكونش في اول زياره، غالبا اول زياره بنتعرف على بعض، بنعرف التشخيص السليم بتاعنا ايه من خلال الفحص من خلال الاشعاعات. حتى دكتور لو جالك مريض انا عايز اخد حقن البلازما على طول، طب هل هو عارف ايه الدرجه اللي هو وصل لها في الخشونه؟ اكيد. نعم. لا، اكيد هو سامع عنها، قرا عنها كويس جدا، شافها في السوشيال ميديا، شاف دعايه ليها في مكان ما، فبدا يجي يطلبها. لا، لازم يقعد ويعرف ايه الحلول اللي موجوده، ايه تشخيص حالته. نعم. ايه المناسب لحالته هو بالتحديد، لان مش كل مريض ينفع يتحقن بالبلازما، واعتقد ده كان جزء من السؤال، مين يتحقن ومين ما يتحقنش. اكيد. يبقى في عندنا مريض عنده خشونه مثلا بسيطه او خشونه متوسطه. نعم. ده ممكن يستفيد من حقنه البلازما. انا مش هسبق شويه في الخطوه، لكن هقول لو المريض ده عنده خشونه متقدمه او خشونه ومعاها تقوس. نعم. او خشونه نتيجه كسر او خشونه نتيجه مسبب اخر، اكيد علاج المشكله هيبقى في علاج المسبب اللي جنب الخشونه. يعني خشونه وتقوس، يبقى علاج التقوس جزء من علاج الخشونه. نعم. مش هيبقى فقط الحقن بالبلازما هو الحل. يبقى لابد ان المريض يفهم كويس قوي موقفه ايه، التشخيص السليم ايه، اشعاعاته ايه، وبناء عليه نبدا نقيم هل انا ممكن استفيد من الحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح بالطبع. نعم. او حقنه البي ار بي، ولا مش هكون من المستفيدين منه. اكيد. طيب يا دكتور، امتى تظهر النتيجه ويشعر بقى ساعتها المريض بالراحه ويعني يحس ان هي فعلا عملت معاه مفعول؟ هو الحقيقه ده سؤال مهم جدا، لان كتير من الناس بتيجي تسال طب انا هاخد الحقنه النهارده هحس بتحسن امتى؟ بالظبط، عايز احس ان الالم ضاع او ان بقيت قادر امارس حياتي بطريقه افضل او بطريقه. نعم. بدون الم. الجزء ده والحقيقه احنا بنقول على حسب طريقه تحضير البلازما، لان في نوع من حقن البلازما بيتحقن مره واحده بس. نعم. احيانا بيبقى عندنا الحقن ماشي على بروتوكولز مختلفه، ان احنا ممكن نصل الى 6 حقن ما بين كل حقنه اسبوع، يبقى الحقن تقريبا في حدود شهر ونص. الطبيعي بعد حقنة البي ار بي المريض بيبدأ يشعر بالتحسن المبدئي في حدود 15 يوم، وده. نعم. بيكون نتيجة تأثير مضاد الالتهاب، كأنه أخذ حقنة مسكن بس قوية جدا من جسمه في المفصل نفسه، فيبقى مفعولها أسرع شوية. نعم. لكن علشان ناخد أفضل نتيجة ممكنة، ده بيكون طبعا بعد استيفاء البروتوكول أو النظام المعين لحقن البلازما، سواء كانت حقنة واحدة أو 3 حقن، أو زي ما قلت أحيانا بعض البروتوكولات بتبقى 6 حقن كمان، قد تستمر. نعم. الشهر ونص. يعني كده ممكن نكرر الموضوع يوصل ل6 حقن؟ ممكن. ممكن يا دكتور. طيب الحقنه كده احنا اتفقنا ان هي هتقلل معدل التدهور وليست حل نهائي. ده كلام ممتاز جدا. يعني في حد يجي يقول لي انا لما هاخد الحقنه خلاص الخشونه هتنتهي؟ لا. نعم. الخشونه ده مرض احنا بنتعامل معاه من جانب ان هو زي ما قلنا اصطلاحا هو عباره عن تاكل بالغضاريف. نعم. الى الان ما وجدش شيء يقدر يعوض الغضاريف بطريقه جيده غير بعض اللي هي خلايا الغضاريف او الستيم سيلز اللي بيتم زراعتها بالخارج واعاده حقنها تاني داخل المريض كشكل موديول او شكل نموذج للغضروف. ده مش متوفر في كل الاماكن، وطبعا مش كل المستشفيات هتقدر توفره. يبقى بناء عليه الخشونه كمرض احنا بنتعامل معاها للمحافظه عليها عند حد معين ومنع تقدم المرض. إذا الحقنة أو التدخل الجراحي أو أي ما كانت وسيلة العلاج هدفها الحفاظ على الخشونة في مرحلة ما بدون ما هي تتقدم للمرحلة اللي بعدها، أو على الأقل تطول المدة اللي هي الخشونة بالظبط كده، هو ما بين متوسطة إلى الشديدة مثلا كمثال للخشونة. طبعا. طيب هو دكتور ليه ممكن حد عنده خشونة توصل بيه إنه رجله تقوس؟
يعني أنا السبب في ده؟ أنا الحقيقة بحييكي على السؤال ده، لأن كتير من شكرا. الناس بتيجي تقول أنا يعني أنا مثلا هل عندي تقوس بسبب الخشونة؟ ولا أنا بدأت خشونة وبعدين جيت تقوس؟ إحنا ايوه بنقول عليها اصطلاحا ذا فيشس سايكل، يعني دورة مغلقة. نعم الخشونة بدأت جاب التقوس، أو التقوس كان في الأول جاب الخشونة. طب نعم نفهم هو الخشونة ممكن إزاي تجيب تقوس، أو إزاي التقوس يجيب يجيب خشونة. خشونة. في كلا الحالتين عدم اتزان الركبة، يعني عدم توزيع الحمل أو وزن المريض نعم من الظهر للحوض للركبة للكاحل، يبقى إذا ما بيمشيش في المكان أو اللي احنا بنسميه المحور الميكانيكي الخاص بيه. نعم دايما ألم خشونة الركبة بيكون في الجزء الداخلي من الركبة، ده في غالبية المرضى اللي عندهم التقوس للخارج. فتلاقي إن المريض بيجي يشتكي إن عنده ألم شديد في الركبة، يبدأ بعد كده يلاحظ إن بدأت رجله تتقوس ويبقى التقوس إلى الخارج. بعض المرضى اللي عندهم تقوس للخارج من الأول نعم بسبب التقوس وعدم توزيع الأحمال بطريقة صحيحة يبدأ يدخل في الخشونة. يبقى أنا لما المريض بيجي لي عنده خشونة وتقوس، أنا بفهمه إن مش القضية مين بدأ قبل مين، لكن لابد إن إحنا نعالج الخشونة مع التقوس، أو التقوس اللي أدى إلى خشونة، هما الاتنين مترادفين، اللي موجود هما هو اللي الاتنين هيتم علاجه الأول. بالظبط كده، هما الاتنين ما زالوا في دايرة واحدة مغلقة. نعم تمام، سواء الخشونة بدأت أولا أو التقوس بدأ التقوس أولا، بدأ فكله أولا. بيؤدي إلى نفس النتيجة وهي الخشونة، ومن ثم علاج الخشونة الناتجة عن التقوس. طب عشان يحصل كل دوت، إيه الحاجات اللي الواحد بيعملها يا دكتور تسبب خشونة أو تؤدي لدوت؟ من الحاجات اللي بتأدي خشونة طبعا، إحنا زي ما قلنا يعني يمكن إحنا كده بنتكلم عن الجزء اللي هو ما يسمى degenerative change، أو التغير اللي بيتم مع العمر، أو التغير نعم التآكلي داخل المفصل، اللي هو تآكل الغضروف، بمعناه ما تطرقناش أبدا لأي أسباب خشونة أخرى. أكيد. يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، ممكن تكون خشونة نتيجة كسر، نعم الخشونة نتيجة عرض أو مرض معين، قد يكون هرموني، قد يكون من الغدد أو غيره. لكن تعالي نتكلم ممكن في عوامل المفهوم. وراثية يا دكتور؟ العوامل الوراثية ما تأديش للخشونة مباشرة، لكن نعم قد تكون عنصر من عناصر عرضة التقوس، تقوس. فالتقوس يؤدي إلى الخشونة إذا ما تعالجش التقوس بطريقة سليمة مثلا. نعم ده كمثال من الأمثال. أيوه. لكن كعوامل وراثية أنها تتدخل مباشرة، ده بيكون صعب جدا هو يكون سبب، ولكن هو قد يكون حاجة من ضمن المقدمات إلى حدوث الخشونة. طيب يا دكتور، مريض بقى جالك وعنده تآكل في الغضاريف وسن كبير وتقوس رجلين ومشاكل كتيرة جدا، الحل بقى في الموضوع ده بيكون التعامل معاه ازاي، ولا بيتم العلاج ازاي؟ طب تعالي في الأول اصطلاحا فهمنا إن تآكل غضاريف يساوي تمام. خشونة، يبقى تمام ده اصطلاح مبدئي للتشخيص. تمام. الحاجة اللي بعد كده، هو أنا مطلوب مني كويس جدا إن أنا أفهم المريض بتاعي ووصل لأنهي مرحلة. نعم. يبقى بنرجع تاني كمان لنفس النقاط الثلاثة اللي هم محور أي علاج لخشونة الركبة. نعم. أولا تشخيص صحيح، نعم. التشخيص ده بيقتضي الفحص، ثم الأشعات، ثم أناقش الحلول مع المريض المتاحة على حسب حالته، ثم الجزء الثالث اللي هو إيه؟ إن إحنا نختار العلاج ده، إحنا ناقشنا ثم اخترنا العلاج ونمشي في الخطة إلى آخره. طب أنا دلوقتي عندي مريض عنده خشونة وتقوس. نعم. قد يكون التقوس ده جزء أساسي جدا في حدوث الخشونة، يبقى إحنا هنتفق إن عندنا مشكلة لابد إن يحل فيها موضوع أو عنصر التقوس. تمام. بالإضافة إلى حضرتك قلتي عنده بعض المشاكل الأخرى، بعض المشاكل الأخرى دي لازم أفهمها. لو المريض في مرحلة عمرية متقدمة وعنده بعض الأعراض المرضية لا قدر الله، زي مرض السكري، مرض الضغط، أمراض شريان القلب، أمراض الكبد، أمراض الكلى، إذن المريض ده قد يكون مش كانديديت أو مش عرضة إن هو يكون يخضع لجراحة. نعم. يبقى لابد من وجود حلول أخرى. حلول أخرى دي قد تكون العلاج زي ما قلنا، اللي هو النظام الغذائي، إنقاص الوزن، اتباع بعض التعليمات هقولها لاحقا، بالإضافة إلى العلاج اللي احنا بنتماشى معه، سواء كان علاج دوائي أو الحقن، سواء كان بالبلازما أو الحقن بالهياليورونيك أسيد أو السائل الزلالي داخل مفصل الركبة. نعم. لتقليل الألم، يبقى ده هدف من ضمن الأهداف مثلا. نعم. في حالة مريض يصعب دخوله لمجال الجراحة. طيب لو في مجال جراحي، يعني مريض أموره كويسة ولكن هو المجال الجراحي بتاعه غير واضح تماما، هل هو ممكن يكون عرضة لما يسمى استعداد التقوس كمان بالشرايح والمسامير؟ نعم. كعملية تقويم أعلى الركبة، دي ممكن نشوفها على الصور دلوقتي ونستوضحها. نعم. مع بعض نشوف الصور معنا، هنتابع كمان مرة، هنراجع مع بعض شكل الركبة اللي شفناه في خشونة الركبة، الصورة رقم واحد. الصورة رقم واحد فيما يخص خشونة الركبة. أنا قدامي دلوقتي الركبة في الوضع السليم، دي صورة بالمنظار. نعم. ظاهر فيها تماما الغضروف سليم، سواء غضروف عظمة الفخذ أو غضروف عظمة القصبة، والغضروف الهلالي كمان سليم وواضح تماما، والآلة طبيعي وفي حالتها الطبيعية، فدي في أفضل حالتها. الصورة الثانية بتوضح لنا على طول أني موجود عندنا خشونة أو قرحة، يعني الصورة دي واضح جدا، جداً أن الغضروف الهلالي فيه إصابة وفيه قرحة كمان في الجزء الخاص بالقصبة، نقدر نتابع أن فيه جزء فاقد للغضروف وباين كما لو كان بلون أحمر داكن شوية، هو دوا تقرح أو كشف سطح العظم بتاع المفصل.
يبقى في فرق كبير قوي بين الصوره رقم واحد اللي حاله الركبه فيها في حاله جيده وفي حاله سليمه للركبه في الصوره الثانيه اللي قدامنا دي وهي فيها تقرح نتيجه الخشونه. طب تعالي نشوف بقى شكل المحور الميكانيكي وهي الصوره الثالثه اللي متواجده معانا. الصوره دي بنوضح فيها يعني حاجتين بالدرجه الاولى والشكل السليم في الصوره اللي في الوسط. الصوره اللي في المنتصف دي باين فيها مفصل الحوض بالاعلى ثم مفصل الركبه في المنتصف ومفصل الكاحل في الاسفل. الركبه ماشيه بمنظرها السليم متزنه تماما كما لو كان في خط مستقيم. نعم. يبقى ده منظر المحور الميكانيكي السليم لمفصل الركبه. نعم. تعالي نروح للصوره اللي على شمال الشاشه دلوقتي ودي شايفين فيها تقوس للداخل او تحدب. يمكن المنظر ده احنا بنتابعه شويه في السيدات اكتر. نعم. سببه هو ان مفصل الحوض بتاعهم متسع شويه عن الرجال وبالتالي كنوع من الاتزان الميكانيكي بيكون موجود عندي الزاويه ازيد في النظام التحدب الى الداخل. لكن الصوره اللي موجوده على الجانب الايمن من الشاشه دي بتبين لنا المشهد المشهور قوي، سيدات فوق الخمسين، رجال فوق الخمسين، بعض الوزن الزايد وعندهم تقوس الى الخارج. نعم. تقوس الى الخارج ده هو بقى اللي دايما يخلي المريض يجي يشتكي من الخشونه في الجانب الداخلي من الركبه اللي احنا كنا بنشرحه من لحظات. نعم. فيجي المريض يشتكي من وجود تقوس الى الخارج بالاضافه الى وجود الام شديده قوي في مفصل الركبه من الجهه الداخليه. نعم. يبقى ده مريض عنده خشونه نتيجه التقوس او خشونه ادت الى التقوس. في المرحله من المراحل العلاجيه بيكون عندنا واحد من ضمن الحلول هو عمل استعدال في اعلى عظمه القصبه، بنعمل ما يسمى شق عظمي، بنستعدل بيه الركبه بدل ما كانت مقوسه الى الخارج للركبه في منظرها اللي هو في اوسط الصوره الى المحور المستقيم او المحور الميكانيكي المتزن. الصوره الرابعه بتبين لحضرتك النوع ده من العمليات ان احنا بنقوم باستعدال القصبه اللي فيها تقوس بشرايح ومسامير، بنعمل شق عظمي بنستعدل اتجاهه ونقوم بتثبيت هذا الشق العظمي. نعم. بالشرايح والمسامير اللي ظاهره قدام حضرتك. يبقى المريض الجزء الابيض دوت يا دكتور، الجزء الابيض ده مكان الشق، الجزء اللي مرسوم بالابيض ده مكان الشق والجزء الخارجي ده الشرايح، مسامير اعلى الشق ومسامير اسفل الشق. دي بتبين الاستعدال اللي احنا قمنا بيه وحاله التئام هذا الشق. نعم. الشق ده كما لو كان كسر بيعاد تثبيته، يعني احنا بنسميه بلاند فراكشر او كسر معد اليه مسبقا. يعني أنا بأكسر العظمة بالطريقة اللي بتخليها تسترجع المحور الميكانيكي بتاعها وبأقوم بتثبيت هذا الكسر بواسطة الشرايح والمسامير. يبقى إحنا كده قدرنا نوصل للمريض بتاعنا إن قد يكون واحد من ضمن الحلول في حالات التقوس هو إن إحنا نعمل عملية اللي هي عملية الاستعدال بالشرايح والمسامير وتقويم المفصل. احنا دكتور مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك وبنذكركم بارقام تليفونات وعناوين تواجد الدكتور زهرة امامكم على الشاشه وللتواصل كمان مع البرنامج تواصلوا من خلال الارقام اللي زهرة امامكم على الشاشه. طب يا دكتور احنا كده وصلنا مرورا بالخشونه المتقدمه، طبعا الخشونه المتقدمه ما ينفعش معاها حقن البي ار بي الا زي ما قلنا في حالات، يعني لو لو مريض ما هواش قادر على دخول الجراحه زي ما ضربت الامثله بالامراض الاخرى المصاحبه غير المتحكم فيها، قد يكون واحد من ضمن حلول علاج الالم هو الحقن بالبي ار بي. طيب تمام يا دكتور. مفهوم بقى الخشونه المتقدمه كده سريعا عشان برضو نبقى مرينا بجميع مراحل الخشونه وفهمناها كويس جدا. جميع مراحل الخشونه، ده كلام كويس جدا. يعني ايه خشونه متقدمه؟ احنا اتفقنا في صوره من ضمن الصور اللي عرضناها الحلقه اللي فاتت عن وجود الخشونة المتقدمة في الجانب اللي هو الداخلي أو الجانب الخارجي أو الجانب ما أسفل عظمة الرطفة. نعم. في حال التهاب الثلاث أماكن دول من مفصل الركبة نقدر نصف الركبة اصطلاحا بأن فيها خشونة متقدمة. طب أعراضها إيه؟ يعني المريض اللي عنده خشونة متقدمة إيه الأعراض اللي هو بيجي يشتكي منها؟ أولا طبعا الألم بالتأكيد. أكيد. الألم ده قد يكون عرض رئيسي خلاه يتوجه للدكتور بتاعه. الحاجة التانية التقوس اللي احنا ضربنا بمثال قد يكون شكوى تانية. من الشكوى الثالثة المميزة جدا في الخشونة المتقدمة مجال الحركة، ما بقاش قادر يمشي فترات طويلة أو نفس مجال الحركة يجي يقول أنا مش قادر أفرد ركبتي لآخرها أو أتنيها لآخرها، يعني فقدان جزء من مجال حركة الركبة. يبقى قد يكون الألم، قد يكون. نعم. التقوس، قد يكون مجال الحركة. هي دي الأعراض اللي بتخلي المريض بتاعي يشكي في مرحلة الخشونة سواء كانت متوسطة الحقيقة أو الخشونة الشديدة أو المتقدمة. طب يا دكتور مرورا بقى بعملية تغيير المفصل، والعملية دي مصطلح عندنا مرعب شوية الفهم في مجتمعنا عن عملية تغيير المفصل،
بيتم ازاي؟ ولا هو يعني بيحطوا مفصل جديد ولا هو بيتم هو ازاي؟ طبعا ده اصطلاحا المريض طبعا بيبقى خايف جدا 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 يعني قد يعني يرتضي اي نوع من انواع الحلول عدا ان هو يقوم باستبدال المفصل. هو يعني ايه استبدال المفصل؟ هو احنا دلوقتي عندنا مفصل اصابته خشونه شديده. نعم. فاحنا بنستعوض هذا المفصل بمفصل صناعي من مواد طبيه طبعا عاليه الجوده لا تتفاعل مع جسم الانسان، فبالتالي هي مواد مصرح بها ومعتمده دوليا طبعا على مستوى العالم كله، لكن انها الفكره ان احنا بنعمل قطع في العظم، يعني بنشق العظم الجزء اللي فيه خشونه ده بيتم استئصاله او شقه بواسطه اللي هو المناشير الطبيه طبعا علشان نقدر نعمل بوكس او بوكيت مكان نحط فيه المفصل بالطريقه المناسبه، سواء كان المفصل اسمنتي او مفصل غير اسمنتي، يعني دي تفاصيل طبيه ما بتعنيش المريض قوي، لكن هو بيحس ان في شيء غريب دخل جسمه. ده بيبقى طبيعي جدا في اول 6 شهور، يعني المريض دايما بيبقى في فتره التاهيل بعد العمليه بيمشي بمشايه في اول شهر ونص، بيبدا يعمل تمارين لتقويه العضله الرباعيه بطريقه جيده، لان زي ما اتفقنا العضله الرباعيه هي الموتور بتاع الركبه سواء كان في الحالات العاديه او مع استبدال المفاصل، فالمريض بيبدا يتاقلم تدريجيا مع وجود هذا المفصل، في حدود تقريبا 6 شهور يبدا يشعر بالنتيجه الايجابيه ان هو استفاد من عمليه المفصل، طبعا لان عمليه المفصل قادره انها تعالج حاجتين في نفس الجراحه طبعا، وهي علاج الالم، لان سبب حدوث الالم هو الغضروف المتقرح اللي احنا شفناه في الصوره او اكتشاف سطح العظم او عدم تغطيته بالغضروف المناسب، بالاضافه الى التقوس، فالمريض بيتعالج معاه التقوس بالإضافة إلى الألم بالإضافة لأسباب، يعني هترجع تاني رجله وتبقى كويسة جدا حتى الشكل العام بعد التقوس. الشكل العام طبعا بيتحسن جدا، بس طبعا دي عملية بتكون يعني شوية الشق الجراحي بتاعها كبير شوية، فممكن يكون الجانب الجراحي بالنسبة للمريض أو مجال الغرز أو اتساع الجرح ده حاجة لازم يعمل حسابها. في نفس الوقت أي مفصل إحنا بننصح المريض بتاعنا إن أنا مش عملت المفصل اتحسنت خلاص ما رجعش تاني. ما لسه كنت أقول لحضرتك، هو المريض بعلاقته بقى بتنقطع بطبيب العظام بعد ما عمل عملية تغيير المفصل؟ بالتأكيد. أنا خلاص ركبت مفصل جديد ففاكر إن الحياة بقى اللي جاية خلاص أنا كده هجري. أنا طبعا يسعدني يعني إن المريض يبقى في حالة طيبة وإن هو يبقى معافى وسليم، لكن دايما بنقول للمريض بتاعنا أنت أصبحت صديق للدكتور. ما يصحش أن أنت تغيب عنه لمدة طويلة، وخصوصا مع عمليات استبدال المفصل، لأن استبدال المفصل ليه تبعات معينة، مش مقصود بيها أنه يكون ليه مضاعفات، ولكن أقصد ليه متابعات وليه بعض المتابعات اللي بيشوفها الطبيب حتى في حالة عدم وجود ألم للمريض. يعني إحنا بننصح بزيارة حتى سنوية يمر يطمئن أن هو أموره كويسة وأن المفصل في حالة جيدة، وبعد كده يتابع مع الدكتور سنوي. طيب دكتور، احنا طبعا عرفنا كده الخشونه في درجتها الثلاثة، طب انا اقدر ان انا احدد نوع الخشونه لما يجي لي المريض بيتم ازاي؟ يعني بالكشف ولا بتبقى بيتم ازاي تحديد نوع الخشونه ودرجتها؟ تحديد نوع الخشونه ودرجتها هو بالدرجه الاولى طبعا زي ما بنقول التاريخ المرضي او الهيستوري، المريض بيديني التاريخ المرضي بتاعه، الشكوى بدات امتى. كتير من الناس يجي يقول انا ركبتي وجعني اخر شهرين، بس هو الحقيقه الشكوى ليها 5 سنين، يبقى ده غالبا تخطى مرحله من المراحل اللي هي الاولى او البسيطه، اكيد ده هيبقى بدا يدخل في مرحله ثانيه، فاحنا بنسمع منه التاريخ المرضي مبدئيا. الحاجه الثانيه لازم نبقى مهتمين جدا بالفحص الاكلينيكي، مجال الحركه، اماكن وجود الالم. الحاجه اللي بعد كده هو طبعا التقييم بالاشعاعات المختلفه، سواء كان الاشعه العاديه، اشعاعات مجال المحور الميكانيكي او المحور التشريحي للركبه، بالاضافه الى طبعا بعض الحالات بنتطلب ان احنا نعمل اشعه رنين مغناطيسي أو مقطعية لو في أمور أخرى بتستدعينا إن احنا نعملها، وبناء عليه بنبدأ نشخص المريض من تاريخ مرضي، من فحص إكلينيكي، من أشعاعات مطلوبة، ونبدأ نقيم هو في أنهي مرحلة معينة، وبناء عليه نبدأ نرسم خطة العلاج المناسبة ويشارك معنا في اختيار طريقة العلاج الأصلح ليه. احنا مستمتعين جدا يا دكتور بالحديث مع حضرتك، وإن شاء الله ناخد فاصل بس ونرجع لكم تاني إن شاء الله.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومستكملين حوارنا مع دكتور محمد عبد الراضي استشاري جراحة العظام والكسور والعمود الفقري جامعة أسيوط. وبنذكركم من النهاردة بعنوان الحلقة دور المنظار في علاج خشونة الركبة والإصابات الرياضية. وبنذكركم كمان بالتواصل مع البرنامج من خلال الأرقام اللي ظاهرة أمامكم على الشاشة والتواصل مع الدكتور من خلال عناوين تواجده ورقم الموبايل. هنكمل يا دكتور؟ ان شاء الله. هنكمل ان شاء الله يا دكتور. يعني انا بس في سؤال لازم اساله وانا بحب اساله. اتفضل. هو احنا واحنا بنحرك ركبتنا مفروض ان احنا نسمع صوت ولا لا؟ المفروض انا اسمع صوت ولا ما بحركه؟ لا الحقيقه وانا بحرك الركبه بوضع سليم. نعم. او صحي المفترض ان انا ما اسمعش صوت. ما اسمعش صوت لان المفترض ان هي ماشيه بطريقه. انا حركت ركبتي عشان اتاكد. يعني المفترض ما فيش صوت الحقيقه، لان دوا بيؤدي المفصل دوره بالسائل الزلالي المتواجد جواه بطريقه منتظمه جدا، فاحنا مش المفترض ان احنا نسمع صوت اثناء. نعم. حركه الركبه. لكن نعم. احيانا بنسمع صوت، ده بيكون نتيجة ان مثلا انا بكون نازل بطريقة غير صحيحة مثلا، لكن لو الصوت ده ما استمرش مثلا انا نازل من على السلم او خارج مثلا من عربيتي سمعت صوت مؤقت ما فيش مشكلة ما دام ما تكررش تاني، لكن لو الصوت تكرر طبعا ده بيبقى مش شيء. كل صوت نسمعه يقلقنا. طبعا الصوت المتكرر، الصوت اللي مع ألم، الصوت اللي بيبقى متكرر بطريقة مستمرة، لابد ان احنا يعني نتوجه ونسأل اكيد طبعا الدكتور. اكيد انا حركت ركبتي اهو يا دكتور. طيب. عشان اتاكد ان الدنيا تمام. تمام. الحمد لله. معانا اتصال تليفوني. ام نور اتفضلي. يا ام نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. طبعا معاكي الدكتور. اهلا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا كان عندي قطع في الغضروف في الركبه. تمام. خشونه. تمام. وكان عندي تقوس برضه. تمام. وعملت شرايح ومخاليف في الغضروف. تمام. لعلاج التقوس يعني بقالي 5 شهور. 5 شهور يا فندم. تمام. تمام. بس بقى في وجع جامد في رجلي وتقل مش غريب يعني. في الجزء العلوي يعني. ولا؟ الجانب اللي هو الداخلي من المفصل ولا حضرتك حاساه ممكن يكون الالم في الجزء الاعلى من الشريحه؟ ولا حضرتك حاساه فين؟ الجزء كده ده الجزء الاعلى للشريحه. طيب تمام. هل حضرتك عملتي منظار مع الجراحه دي ولا كانت جراحه فقط بالفعل؟ عملتي منظار استئصال لجزء من الغضروف زائد الشريحه بعد كده مظبوط؟ هرد على حضرتك يا فندم ان شاء الله على طول باذن الله. طبعا ده انا بعتبره شكوى يعني متكرره احيانا بعد النوع ده من العمليات. احنا في الاول زي ما بنقول لازم لما نعالج الخشونه. نعم. نكون عارفين ايه سببها، فواضح ان هي علاجها ماشي حسب الخطه المتبعه بحيث ان هو كان الخشونه مع التقوس مع قطع بالغضروف الهلالي. نعم. قطع الغضروف الهلالي لابد من ان انا اتدخل بالمنظار في الاول قبل ما اقوم بعمليه الشق اللي احنا شفناها وشفنا شكل الشرايح والمسامير ده. نعم. بس انا احب اوصل حاجه ان مش كل قطع بالغضروف بيبان في الاشعه الرنين مثلا معناه ان انا محتاج اعمل منظار. عشان كده لسه بقول لحضرتك امتى الجا للمنظار في عمليه خشونه الركبه؟ امتى الجا للمنظار؟ ده سؤال مهم جدا. حسب توصيات الجمعيه الامريكيه لجراحي العظام. نعم. في سنه 2019 الصادره يعني في اخر 3 شهور هم اعتبروا ان يفضل عمل المنظار قبل عمل اللي هو استعداد التقوس. هم. نعم. بيقسموا الريكومنديشن او التوصيه الى درجات عاليه، يعني توصيه يسموها هايلي ريكومندد او اقل فاقل فاقل. هما. نعم. بيعتبروه هايلي ريكومندد او ينصح بشيء عالي من التركيز عليها ان احنا نعمل منظار اولا. طب ليه انا اعمل منظار قبل حاله التقوس؟ نعم. قد اجد قرحه غير باينه في الرنين ابدا اتعامل معاها سواء بتنظيف هذه القرحه او بعمل حاجه اسمها تثقيب للقرحه دي، تخريم. نعم. للجزء ده وعشان نستفز الجسم او نستحثه على ان هو يكون غضروف من نوع اخر بس يغطي مكان القرحه اللي موجوده دي. لو في قطع في الغضروف زي الصوره اللي شفناها مثلا. نعم. اتعامل معاه واشيل جزء قطع الغضروف ده لانه جزء من الالم. يعني انا عايز اوصل المريض ان جزء من الالم قد يكون جزء بيولوجي بالاضافه الى الجزء الميكانيكي. الجزء البيولوجي ده هو جزء قطع الغضروف او وجود قرحه. نعم. الالم نتيجه الميكانيكا هو وجود التقوس اللي مريضتنا ام نور تعرضت له وقالت عليه. هي عملت العمليه، بعد العمليه اكيد هي دلوقتي بتحمل الحمد لله واكيد نكون الشريحه التئمت تماما. نعم. لكن نظرا لان الشريحه دي الكثافه بتاعتها تخينه شويه فبعض المرضى بيحسوا بالشريحه تحت الجلد، لان احنا عارفين ان الجزء الاعلى من القصبه هو جزء تقريبا يعني سطحي جدا، المسافه ما بين الجلد والعظم. ما فيش عضلات تفصل الجزء ده من القصبه، دايما. نعم. الجزء ده محسوس فيه العظم تحت على طول الجلد، فبناء عليه احيانا بعض المرضى بيحسوا بالم شديد قوي بعد العمليه بمجرد ما ايده بتخبط، يعني بتقول بحس بكهرباء. أيوة. او حاجه لما ايدي بتقرب منها. احنا في الحاله دي بننصح
ترجع لدكتور العظام الخاص بيها. نعم. تتابع التئام الاستعدال اللي حصل ده، ولو كان الالتئام تم بطريقه جيده، ولو كان الحمد لله ما عندناش اي شيء متبقي من الم الغضروف او الم مفصل الغضروف، تحديدا مفصل الركبه الخاص بالغضروف الهلالي المقطوع، نقدر ان احنا نقوم بازاله هذه الشرايح. نعم. يبقى بعد ما تؤدي وظيفتها نقدر نشيلها، وبناء عليه الالم اللي هي حساه خاص بالشريحه يبدا يروح تماما بعد ما نقوم برفع هذه الشريحه، بس على شرط يكون تم التئام هذا الكسر او هذا الاستعدال اللي احنا عملناه اعلى الاصل. طب يا دكتور، غضروف الركبه، هنخش على غضروف الركبه. غضروف الركبه اصابه ملاعب ولا اصابه شائعه؟ طيب تعالي احنا بس نكرر الفرق بين الغضروف، لان كلمه تمام. الغضروف دي تشمل حاجتين. أوكي. اولا الغضروف اللي هو الطلاء بتاع الركبه اللي هو بيجي فيه جزء التقرح زي اللي شفناه في الصوره اللي كانت امامنا. نعم. والجزء الثاني الغضروف المقصود به الغضروف الهلالي اللي نعم. هو كان برضو ظاهر في الصوره ووضحناه. لو بنتكلم على اصابه الغضروف الهلالي، هل هي اصابه شائعه او هي اصابه رياضيه؟ هي بالطبع اصابه شائعه، يمكن هي أكتر مع إصابات الرياضة أو إصابات الملاعب، ولكن قد يتعرض ليها واحد ما هواش رياضي، يعني بيقوم بس بممارسة الرياضة، يتعرض أن هو يعمل تغيير اتجاه على قدم ثابتة، وبناء عليه جسمه يتحرك عكس اتجاه حركة الركبة، فبتبقى دي عرضة أن يقوم قطع للغضروف الهلالي. مش بالضرورة طبعا أنها تكون إصابة رياضة، قد تكون إصابة بسيطة، هو بيمارس مثلا الجري في التراك بتاعه عادي، ما بيمارس رياضة عنيفة، بيتعرض لها بعض الإصابات في الخروج بطريقة خاطئة، ممكن من السيارة، ممكن التزحلق في الحمام مثلا، ممكن تسبب الإصابة بالغضروف الهلالي. طيب يا دكتور نستكمل الكلام، بس معنا اتصال الحاجة زينة، تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا واقعة على ظهري، لو روحت على ركبتي حصل لي قطع في الركبة. تمام، قطع في إيه يا فندم؟ في الرباط الصليبي ولا قطع في إيه؟ حصل لي قطع في الركبة، قالوا لي تعمل منظار. تمام تمام. الدكتور تاني قال لي لا ما ينفعش عشان سن كبير. علشان؟ قالت قطع ما ينفعش. الدكتور قال لي تعمل منظار. تمام. الدكتور قال لي لا انا من اسكندريه، والدكتور قال لي لا ما تعمليش عشان خاطر ايه؟ ايوه. تكبري عظم كبري. تمام. سن حضرتك كام يا فندم؟ مدام زينه اتفضلي. عندي 60 سنه. ربنا يدي حضرتك الصحه يا فندم. الف سلامه. تمام. عليك. الف سلامه لحضرتك. الف سلامه لحضرتك يا مزينه. والتشخيص ده كان قطع بالرباط الصليبي ولا قطع بالغضروف الهلالي يا فندم؟ التشخيص اللي قاله الدكتور. فصلت ام زينه. طب حاولي ترجعي لنا تاني، حاولي ترجعي لنا تاني يا استاذه زينه. هو للتعليق عليه بس الجزء ده، هو طبعا لو ان هي تعرضت لاصابه، هي قالت وقعت بطريقه مباشره على الركبه. هو لو موجود او مصحوب مع الاصابه دي وجود خشونه او وجود تقوس زي ما ذكرنا، ساعتها يبقى لازم اعالج الحاله ككل. ما التفتش مباشرة لقطع الغضروف أو قطع الرباط الصليبي اللي موجود، لكن لابد أن أنا أعالج معاه حاجة أخرى. يعني إذا كان في خشونة يبقى لابد مثلا من عمل المنظار، استئصال جزء اللي فيه قطع بالغضروف، أو يتم يعني يتم إصلاح قطع الغضروف عن طريق الخياطة، ثم استعدال التقوس إذا كان. طيب الحاجة زينة رجعت لنا تاني. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. أيوه. أهلا وسهلا بيكي، معاك الدكتور. اتفضلي. وقفت على ظهري. نعم. حصل في يا دكتور اسئله تقولها لنا؟ تمام. انا بسال، هل في خشونه؟ تمام. هل في خشونه في الركبه يا فندم؟ هل في وجود تقوس في الركبه؟ هل ده موجود بالاضافه الى قطع الغضروف او قطع الرباط الصليبي يا فندم؟ لا لا لا، هو في خشونه بسيطه بس. تمام، في خشونه بسيطه. طيب هرد على حضرتك. تمام يا فندم. حصل لي زي كدمات في ظهري. كدمات فقط. تمام ان شاء الله. مفيش كسر يعني. تمام. الدكتور هيرد على حضرتك. بس مش عامل لك حاجه. تمام. الف سلامه عليكي حاجه زينه، والدكتور يرد على حضرتك. ان شاء الله. اتفضلي. انا هكمل بس كلامي في النقطه دي. انا بقول لو ان هو قطع بالغضروف وهي بتقول ان عندها خشونه، هي بتقول انها بسيطه. نعم. يبقى ساعتها قد يكون المنظار واستئصال جزء ده من الغضروف، او ان احنا نعمل له خياطه. نعم. تمام، قد يكون هو ده العلاج والحل ليها، بالاضافه الى ان طبعا برضو لازم نفحص باقي مكونات الركبه، قد يكون غضروف ورباط صليبي، قد يكون رباط صليبي بدون غضروف، على حسب الوصف اللي مدام زينه بتوصله لنا. اما بالنسبه لظهرها طبعا، فمدام هي متاكده ان شاء الله ان ما فيش كسور. نعم. فلو كان التشخيص كدمات بالظهر زي ما هي حضرتها بتقول، او كان متواجد معاها شد عضلي، بننصح ببعض انواع العلاج، قد يشمل علاج موضعي ويشمل علاج باسط للعضلات، لكن ده طبعا بيعتمد على التقييم. يعني صعب جدا الواحد يقدر يوصف حاجه معينه عن طريق التليفون بالطريقه دي، لكن احنا بننصحها ان هي تتوجه للطبيب بتاعها وتبدا تشوف ايه المطلوب. طيب معانا اتصال اخر، هدى. اتفضلي يا هدى. عايزين يا دكتور ندخل في الرباط الصليبي، اهم شيء عشان. وعليكم السلام ست هدى، اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا دكتور لو سمحت، كنت واقعه على رجلي بقالي 12 سنه.
تمام يا فندم، كان فيها كسور؟ ايوه كان فيها كسر مضاعف، وعملت عمليه في مستشفى في مصر، مستشفى خاصه، تمام، ومركبين له 14 مسمار وشريحه. تمام يا فندم، تمام. في الرجل اليمين الشمال. طيب. الشمال، هل كان كنت بمشي عليها كويس؟ هي كانت بتورم بس كنت بمشي. طيب، وحاليا دلوقتي يا استاذه هدى مش قادره امشي خالص. حضرتك مش قادره تمشي، هل الكسر ده كان واصل للمفصل مدام هدى؟ ايوه ده بعد المفصل. تمام، كان يعني رجلي من تحت لحد بعد الربة. لحد بعد الربة. طيب، الف سلامه لحضرتك، الف سلامه. هنرد على حضرتك. انا وزني 111 وعندي تمام. 60 سنه. ربنا يديك الصحه يا فندم. الف سلامه عليكي، ربنا يديك الصحه يا فندم. طيب، في حضرتك اي امراض ثانيه؟ حضرتك بتاخدي علاج لاي حاجه؟ قد يكون سكري، ضغط، يعني حاجه معينه للشريان القلبي او حاجه؟ طيب، ايه انقطعت هدى؟ هنرد عليها. هنرد على، اتفضل يا دكتور. هو طبعا ده ما يسمى تتابع الكسور او مضاعفات الكسور. اي كسر بيبقى واصل لمفصل زي ما قلنا بيبقى متوقع وجود خشونه داخل المفصل بعد مده معينه. نعم، دي متلازمه بتحصل بالتبعيه ما يسمى البوست تروماتيك ارثرايتس او التهاب المفاصل او خشونه المفاصل ما بعد الكسور اللي بتوصل المفاصل. ما دام هي الشريحه ليها 12 سنه زي ما هي بتقول، نعم، وبتورم لفترات، يعني انا طبعا بنصحها بالتوجه كمان مره لدكتورها تناقش معاها حته ان احنا ممكن نقوم برفع هذه الشرايح ما دام ادت وظيفتها، ونشوف الجزء اللي فيه خشونه في المفصل ونبدا نتعامل معاه. اذا كان في خشونه في الركبه تستدعي ان احنا نعمل استعدال للتقوس يبقى دي جراحه اخرى، او لو كانت الخشونه متقدمه قد يكون استبدال المفصل نوع من انواع الحلول، ولكن طبعا ده كله بيعتمد على الفحص ثم مناظره الاشعه وتقييم الحلول المختلفه لعلاج مدام هدى. طبعا الحلقه يا دكتور جريت بسرعه وبيبلغونا في الكنترول اللي فاضل 10 دقائق على الحلقه، فان شاء الله, شاء الله احنا نتناول الرباط الصليبي وعايزين ندخل فيه ونوضح هو باذن الله هنحاول في اسرع وقت باذن الله. وبتذكركم تاني للتواصل مع الدكتور محمد عبد الراضي، الارقام بتاعته ظاهره امامكم على الشاشه وكمان عناوين تواجده. طب يا دكتور عايزين كده نحدد او نقول الرباط الصليبي اصابه في الملاعب ولا في الحياه وفي كل حاجه؟ طيب، الرباط الصليبي تعالي نعرف في الاول هو بيقوم بايه. بيقوم بايه؟ اكيد. ايه وظيفه الرباط الصليبي؟ نعم، الرباط الصليبي هو اللي بيمنع تزحلق او انزلاق القصبه بالنسبه لعظمه الفخذ، يعني نعم. اي حد فينا ماشي بشكل طبيعي جدا عظمه الفخذ متزنه مع عظمه القصبه، لو ان عنده قطع بالرباط الصليبي القصبه غير محدوده انها تتحرك للامام. نعم، فبالتالي يبدا يشتكي الشكوى الشهيره جدا ان انا حاسس ان رجلي بتخني. أكيد. اذا كنت طالع السلم ما مسكتش جنبي مثلا في الدرابزين او التلت وار لو انا بتحرك على حاجه معينه هبدا برضو احس ان رجلي بتسيب مني، يعني حاسس انها زي ما بيقول دايما بتخني، مش شايلاني، بتخوي مني، بتخوي. دايما حاسس ان في احساس عدم استقرار. نعم، احنا بنصنفها حاجه بنسميها الانستابيليتيز، يعني او جزء عدم استقرار، اصابات الركبه ما بين الالم الى الالم والانستابيليتيز او عدم استقرار الركبه، فده يعتبر نعم. نوع من انواع عدم اتزان الركبه او عدم الثبات. طبعا. طيب يا دكتور قبل ما انتقل لباقي الرباط الصليبي، في برضه مفهوم بيتقال ان 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 الركبه بتبقى ضعيفه مع السن الكبير، قويه مع لعب الرياضه، في حين ان ممكن طفل عنده 6 سنوات يحصل له برضه اصابات في الركبه، فالمصطلح بيبقى ايه يعني؟ لا، هو المصطلح لازم يبقى يعني موزون شويه ومتسع اكتر. نعم، لان الرياضي بيبقى عنده بالاضافه الى طبعا التزاماته الرياضيه والاعباء الجسديه اللي بيقوم بيها او ما يسمى الاحمال الرياضيه العاليه اللي بيقوم بيها، فهو برضو بيكون عنده اتزان العضلات، عنصر مهم جدا جدا في بقاء الركبه في حالتها الطبيعيه، يعني اتزان العضله الرباعيه، العضلات الضمه للركبه، كل ده بيكون شيء مهم. ده بقى مع كبر السن ما بيكونش موجود، بيحصل نوع من ضعف العضلات. نعم، فبناء عليه قد يكون عرضه للاصابات اكتر، ولكن ده ما يعتبرش سبب مباشر، لكنه قد يكون شيء من الحاجات اللي احنا بنقول ان الاكثر عرضه هو الاكبر شويه في السن، لكن الرياضيين بيتعرضوا لنوع اخر من انواع الاصابه، يعني هو عنده اتزان جيد لكن في اسباب اخرى جدا، سواء الالتحامات المباشره او الاصابات بالسقوط عليها، او في بعض الحالات احيانا بيكون الرياضي بيقوم مثلا بتسديد كوره لكن رجله ما بتسددش الكوره. نعم، فالقوة العضلية بتخليه يتخطى الكرة لكن الكرة ما تمش تسديدها، فبيتم تحميل الحمل ده كله على الرباط الصليبي، وقد يفقد الرباط الصليبي في إصابة مشابهة لكده. وكان نعم. من ضمن اللاعبين الشهيرين اللاعب أحمد فتحي في فترة من الفترات أصيب برباط صليبي نتيجة نعم. إن هو جه يشوط كرة تخطاها، يعني ده كان حدث مشهور، رجله ما لمستش الكرة، رجله ما لمستش الكرة فتخطاها، أصابته بقطع في الرباط الصليبي. صحيح، هو الحمد لله تعافى بعدها ثم تعرض لرباط مرتجع لكنه الحمد لله في حالة جيدة طبعا. طيب يا دكتور، سؤال برضو يعني بيخطر في ذهني، كلمة رباط صليبي هو ليه اسمه رباط صليبي وشكله عامل ازاي، وهل نقدر نعيش من غيره او وجوده مهم، وممكن شخص يكون عنده رباط صليبي يقدر يكمل حياته عادي او لا؟
هو طبعا سؤال مهم، هو ليه اسمه الرباط الصليبي؟ هو لاني احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا داخل الركبه في نتوء الركبه رباطين، رباط امامي ورباط خلفي. العلاقه ما بينهم بتشكل شكل كروس او شكل متعامد على بعضه، فعشان كده تم تسميتهم الصليبي. فهو وصف بالصليبي للتعامد ما بينهم، والرباط الصليبي يا اما رباط صليبي امامي يا اما رباط صليبي خلفي. الاشهر على الاطلاق طبعا هو الرباط الصليبي الامامي. طيب نشوف كده صور الرباط الصليبي معانا على الهواء، نشوفها مع بعض. احنا قدامنا ده الرباط الصليبي في حاله سليمه تماما، قدامنا هو ده نتوء العظمه بتاع الفخذ، وعندنا الرباط الصليبي باين بصورته اللي هي تميل الى الابيض مع اللون الاصفر، ده اللي هو اختلاط الجدلتين مع بعض، وزي ما يكون جدلتين او ضفيرتين سلام مع بعضهم. في الصوره الثانيه هنشوف الرباط الصليبي مقطوع، هو نفس الصورة أمامنا بالضبط، ولكن الرباط الصليبي غير متصل بعظمة الفخذ، واضح هنا إن هو متحرك من مكانه أو مش متواجد في المكان السليم اللي ربنا خلقه. في الصورة الثالثة بنوضح ده استعواض الرباط الصليبي، يعني دي عملية الرباط الصليبي اللي إحنا بنقوم بيها. الرباط الأمامنا اللي هو عليه نوع من أنواع اللون الموف، ده لون إحنا بنضعه أثناء تحضير الرقعة العضلية اللي بنمررها مكان الرباط الصليبي المقطوع، فده إحنا بنستعوض بيه الرباط الصليبي بالظبط كده هو. يبقى ده استعواض الرباط الصليبي، لأن عملية اسمها استعواض الرباط الصليبي بواسطة رقعة، فهو ده اللي إحنا بنقوم بيه، بنستعوض الرباط اللي شفناه في الصورة الأولانية لونه أبيض في حالة سليمة، للرباط اللي حصل له قطع في الصورة الثانية، للصورة الثالثة اللي أمامنا طبعا بالتتابع كده مظبوط، ده الرباط السليم تماما، ثم الرباط المقطوع، وبنشوف في الصورة الثالثة الرباط أو الرقعة المستبدلة للرباط الصليبي اللي كان مقطوع بالصورة اللي أمامنا دي طبعا. نعم يا دكتور. طيب احنا عارفين طبعا ان اي مؤشر في العظام او اي مشكلة بتحصل في العظام بيحصل تورم، طبيعي ان اي حاجة حصلت في رجلي وقعت عملت تورم، هل في الرباط الصليبي برضو بيحصل تورم في ساعتها ولا بيحصل بعدها؟ ده سؤال مهم جدا، ازاي اقدر حتى وانا بمارس الرياضه ابقى حريص وعارف، وممكن اوجه ازاي لو حد من زمايلي او تعرض انا نفسي تعرضت الاصابه اتعامل ازاي؟ الرباط الصليبي معروف ان هو بيحتوي على اوعيه دمويه بتجلب له نوع من انواع التغذيه طبعا، ونوع من انواع الاحساس ونقل ما يسمى البروبريوسبشن او نقل الاحساس العصبي بموضع الادم، يعني زي ما حضرتك مثلا قاعده ومن غير ما تشعري انت عارفه ان رجل حضرتك تحتك، نفس دي وظيفه الرباط الصليبي، يحسسك بثبات واتزان الركبه في مكانها. فالمريض اللي بيتعرض لقطع بالرباط الصليبي داخل ممارسة الرياضة ما بيقدرش يمارس الجيم، يعني إذا كان بيؤدي مثلا مباراة كرة قدم كمثال تعرض لقطع بالرباط الصليبي، هو ممكن يكمل وهو مش حاسس؟ لا مش هيقدر يرجع المعتاد، السيناريو المعتاد ما يقدرش يرجع لسبب واحد، لأن بيتم ارتشاح داخل الركبة أو ما يسمى التورم الدموي، ارتشاح من الدم داخل مفصل الركبة بيخلي المصاب ما يقدرش يقوم تاني يمارس الرياضة أو يقدر يجري، لأن رجله هتكون متورمة وفي حالة ألم شديد. قد يكون مريض الغضروف الهلالي بعد الإصابة قادر على استكمال المباراة مع نوع من أنواع المسكنات الموضعية لو كان القطع بسيط، لكن دائما ما يكون مريض الرباط الصليبي بعد الإصابة غير قادر على ممارسة الجيم اللي هو متواجد فيه أو المباراة اللي هو متواجد فيها، وبيتم خروجه مباشرة من الملعب وعدم استكمال اللقاء اللي هو متواجد فيه. نعم دكتور. طب اللي هو ترشح الدم واللي حضرتك بتقول عليه ده احنا بنبقى شايفين دم بعينينا ولا بيبقى ظاهر لينا؟ لا لا لا، ده بيبقى ارتشاح داخل الركبة هيظهر بالنسبة لي أنا كمشاهد لي من الخارج كتورم بالركبة. الركبة ورمة بطريقة مختلفة عن الركبة التانية بالمقارنة، ده اللي احنا بنسميه الارتشاح الدموي داخل مفصل الركبة. طب يا دكتور من حديث حضرتك كده الموضوع مؤلم؟ انا اكيد ما جربتش رباط الصليبي فما اعرفش. لا هو بالتاكيد احنا ما نتمناش حد ان هو يجرب الرباط الصليبي، لكن بالتبعيه طبعا اصابه الرباط يعني الصليبي غير محتمل احساسه ساعتها بيبقى. الاصابه الحاده بتبقى اصابه مؤلمه جدا، يعني الاصابه الاوليه يعني اول ايام بعد اصابه الرباط الصليبي بالطبع هي اصابه مؤلمه، لان بيكون فيها ارتشاح داخل المفصل، وطبعا مع الادويه مضاده للالتهاب ومضاد الارتشاح بيبدا التورم ينزل تدريجيا، لكن بيبقى التورم شديد جدا لدرجه ان بيبقى المريض مش قادر يتني او يفرد ركبته، يبقى بالتاكيد طبعا بتكون الاصابه الحاده اصابه مؤلمة جدا، لكن مع مرور الوقت وبيبدأ مع العلاج ويبدأ الرشح يقل، بيبدأ المريض بتاعنا يبدأ الألم معاه يتحسن ويبدأ يستعيد جزء من مجال الحركة في تاني وفرد ركبة بالتأكيد. طيب يا دكتور امتى بقى أعرف كده وأنا بمارس حياتي الطبيعية إن أنا فعلا حصل لي قطع في الرباط الصليبي؟ زي ما قلنا العرض الأشهر على الإطلاق طبعا هو إحساس إن الركبة مش شايلاني. بس أنا عايز أوصل معلومة مهمة جدا لمريض الرباط الصليبي. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا أربع رؤوس للعضلة الرباعية. يعني هي مسمى رباعية لأن ليها أربع رؤوس. واحده من ضمن الرؤوس دي هي الراس الداخليه، الراس الداخليه دي بتتاثر مباشره بعد قطع الرباط الصليبي. لان جزء من البروبريوسبشن اللي انا قلته او جزء احساس ادراك مفصل الركبه بيكون متواجد فين، بيكون جزء منه رايح للرباط الصليبي الامامي وجزء منه رايح للجزء الداخلي من العضله الرباعيه. فالعضله الرباعيه كمان بتبدا تضمر بعد اصابه الرباط الصليبي، فبيبقى من اصعب الحاجات
بعد الرباط الصليبي اعاده تاهيل العضله الرباعيه وخصوصا الجانب الداخلي منها. نعم. يعني قد ما الجزء الداخلي منها هو اول جزء يفقد، على قد ما هو بيكون اخر جزء بيتم استرجاعه بعد التاهيل بعد قطع الرباط الصليبي. فممكن المريض يعيش بدون رباط صليبي؟ اه طبعا ممكن، ده بيعتمد اولا على الحاله المرضيه. نعم. على الوظيفه، على مدى احتياجه. لكن انا دايما بقول ان مثلا انا جالي صديق ليا كمان هو بيشتغل مدير لفرع احدى البنوك، الراجل بيمارس رياضة، هو بيمشي في التراك. نعم. بيبقى شغله كله مكتبي صباحا، بيسوق عربيته، ما عندوش التزام برياضة عنيفة، هو مش عايز يعمل الرباط الصليبي. فممكن ده مع التقويات العضلة الرباعية والاهتمام بشكل قوي باتزان العضلات وقوتها حوالين الركبة ما يتطرقش إلى احتياج للرباط الصليبي. لكن عدم وجود الرباط الصليبي مشكلته حاجة واحدة، إن ده بيستدعي الخشونة في سن أبدر من السن المتوقع. حقيقة دكتور احنا كنا مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك، وفاضل دقيقة ونص عايزين كده نقول ازاي نقوي العضلات، رغم ان كان في اسئلة كتيرة جدا عايزين نضرب، وان شاء الله لينا مزيد من الحلقات بإذن الله مع دكتور محمد ان شاء الله. عايزين دكتور نقول كده ازاي نقوي العضلات بتاعتنا وازاي نحافظ على ركبتنا. ازاي نحافظ على ركبتنا؟ في رسالة سريعة جدا. نعم. في وقت ضيق انا دايما اقول للمريض اهتم جدا بركبتك من حيث اولا اتباع الحمية الغذائية المظبوطة، عدم زيادة الوزن. نعم. الاهتمام بالبرنامج التأهيلي الخاص بيك، سواء حتى لو انت مش مصاب بخشونة او حاجة، ولكن ازاي ان انت تحافظ على الرياضة. نعم. جسمك بيمارس رياضة بطريقة سليمة، عدم الدخول في رياضات عنيفة دون ان انت تدرك انت المفترض تكون واصل لانهي مستوى او بناء مستوى او ما يسمى الحمل العضلي او الجسدي لممارسة الرياضة. نعم. الحاجة اللي بعد كده هو طبعا اللي هي العادات اللي احنا بنتعرض لها، زي ما قلت اللي هو الانتظار المواصلة مثلا، ما اقعدش في وضع الخرفصاء مدة طويلة، ما اقعدش وانا مثلا بذاكر او بتفرج بطبق رجلي جنبي ومش راضي احطها تحت على الارض. نعم. بحاول احافظ عليها في وضع 90 درجه دون ان انا اعرضها لمجهود شاق يسبب الخشونه طبعا في وقت قريب. مستمتعين جدا بالحديث مع الدكتور وحضرتك، احنا مش عايزين نخلص والله الكلام مع حضرتك ان شاء شكراً الله جزيلاً. لينا مزيد شكراً من اللقاءات باذن الله. بالتاكيد ان شاء الله. وبنشكر دكتور محمد عبد الراضي عبد السلام استشاري جراحه العظام والكسور والعمود الفقري، وبنذكركم برضو بارقام التواصل كانت ظاهره امامكم على الشاشه باستمرار طوال الحلقه، وباذن الله لينا مزيد تاني من الحلقات. وخلصت حلقتنا النهارده، وعايزين نقول اهتموا بنفسكم، واحنا طبعا وضحنا واتمنى نكون وضحنا لكم اهميه الركبه وخطوره التهاون مع التعامل مع الركبه. انتبهوا من فضلكم واكشفوا مبكرا لو حصل اي مشكله، ارجعوا لطبيب العظام واكشفوا، ما تسكتوش حتى لو كان الم بسيط. بدل ان تجلس قاعدا في منزلك، نحن في زمن او في وقت انشغل فيه الجميع عن مساعده اقرب الناس اليه. كنت معكم امنيه احمد في برنامج اسال طبيب عظام، الى اللقاء.